مرحبا بكم في ملعب القلعة الكبرى. هذا هو ملعب القلعة الكبرى الذي سيحتضن مباراة هلال مساكن وجمعية جربة في نطاق الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. قاعدين نلاحظوا في عمليات الإحمائية لفريق الهلال الراضي بمساكن تحت إشراف المعد البدني السيد ياسين بوعسيدة. قلنا هذا هو ملعب القلعة الكبرى حيث سيحتضن مباراة هلال مساكن وجمعية جربة. مباراة كما قلنا تندرج في الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الثانية بعد ما عاد فريق هلال مساكن بانتصار من بني خليط، وكذلك هذا جمعية جربة اللي اكتفت بالتعادل في الجولة الماضية في ملعبها بالذات في جربة بالذات ضد فريق أولمبيك سيدي بوزيد، هدف مقابل هدف مع إذاعة جمعية جربة إلى ضربة جزاء. نتمنى لكم متابعة طيبة لهذه الحوصلة لمباراة هلال مساكن وجمعية جربة.
حابين نكونفيرميو ماتش بني خلاد، ماتش معناه كورنا فيه بالكده، سيدي بوزيد لعبنا بالكده وما يحكمش في البيه، معناه مش المهم تلعب، المهم تعرف كيف تقدم تراحك، وان شاء الله بقدره ربي نقعدوا جمهور الجاي خير، فهمتني؟ والله العظيم اليوم على عين الناس الكل ما استحقوش، هم نخرجوا نيول وان شاء الله اخويا جاي خير وكاو، فهمتني؟ جماهير الهلال في قدم جولات، والله نوعد جماهير الهلال ان شاء الله يزيدوا يقفوا معنا بالكده، خاطر عندنا جمعيه باهيه، فهمتك؟ شفتوا حتى سيرتي راعنا جمعيه باهيه، ان شاء الله ربي يوفقنا الماتشات الجايين وما نخفوش على طرح جربه، فهمتني؟ والجاي بقدره ربي خير. معنا اللاعب عاطف التوجاني، لاعب هلال سابقا ولاعب جمعيه جربه في هذه المباراه. عاطف مرحبا بك على راديو بسيط. مرحبا بك، قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعني رجع لي حنين، والله المساكن، والله توحشت اصحابي الكل، والله صحيح، والله توا فريق جديد هذاك الاحتراف، واحد توا في جربه يخدم على روحه، ربي يوفقنا وربي يوفق الهلال. هذيك جمعيتي، هذيك تسمى جمعيتي الثانيه توا، وبعد اللي خاطر جمعيتي الامي الاتحاد المنسير، وبعد وتسمى توا جمعيتي الثانيه المساكن، والله القلب وربي معاها وربي يكون في العون الهلال المساكن. وبهذا نقول الكلمة، نحب نقول الكلمة لأصحابي كل هلال بربي يحافظونا عليه، راهم راي هلال غالي وعزيز، ونحبوه ديما الفوق، ونحبوه ديما عالي، وإن شاء الله الهلال من أحسن من حسن إلى أحسن. لنا نحن رانا نلعب، ونحن جمعية جربة سنة برشا كريت مونات، كترى جمعية جديدة، نحن جايين اليوم على الحقيقة، جينا على 3 بوان تحقق الاوبجيكتيف نتاعنا. الاوبجيكتيف الاول نتاعنا هو نلعبوا البلاي اوف، وبعد البلاي اوف ان شاء الله الاكسيسيون ان شاء الله يا ربي كان سهل علينا ربي، فهمت؟ عاطف حب ولو تحكي لنا على اللقطه اللي خذيت فيها ورقه حمراء. والله ورقه اللي خذيت فيها ورقه حمراء، راني ما نقصد حتى شيء، راه معناها سوء تفاهم صار، ما صار فيه حتى شيء، ديجا دزينا بعضنا، ذاك هو الاربيتر حكم علينا بورقه حمراء، اجتهاد من عنده هذاك، ان شاء الله نطلب السماح، كان انا غلطت في كل حق واحد من الهلال، وكي جمعيتي كما قلت لك، راهو ذوكم قبل كل شيء كوره، معناها الصحاب قبل كل شيء، والكوره توفى في الاخر. معنا قلب الدفاع هلال مساكن هيثم الغديفي. هيثم، نتيجه ضد مجرى اللعب. والله صحيح، نتيجه ضد مجرى اللعب، قبلنا هدف الشوط الاول ضربه جزاء، خسرنا حموده في الاكس، زاد بعثرت لنا شويه الاوراق نتاعنا، فما شويه دخلنا شويه زاد نحن في كما نقولوها، خرجنا شويه من الطرح ميتون الاول، ما عرفناش كيفاش نجريو المقابله، ميتون الثاني كيف كيف زاد قبلنا هدف زاد ما كناش نتصوروه، حبينا نرجعوا في الطرح، هلا غالب ما نجمناش، ان شاء الله الطرح الجاي نعوضوا، ان شاء الله اللي جاي خير للهلال المساكن ان شاء الله. فراش اللي الدفاع تحمل معناها لعبها المباراه، المهاجمين ما ريحوكمش. صحيح، نحن قبلنا اليوم برشا لاعب التالي، اما لا غالب هذيك هي، الاولاد ما قصروش، الكل نخدموا الكل على رواحنا، وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله.